هي 23 سنة بشتد على قريب البروجي بروفيسيونيل متاحة، حبت على غولوكين كامل يعطيها انرجي جديدة. اليوم مع وسام اليحيوي لو ماكيور بروفيسيونيل اللي فرح لي كانديدات متاعنا الكل، باش تتعلم ذي تختار لي لونتي دو كولور اللي يزيدوا حلي وجهها وغزرة عينيها. والاحسن شوام متاع لي لونتي المارك سيلينا بلي كولور توندانس وموديرن اللي فيها. لي لونتي سيلينا فيهم اسبي ناتوريل وفيهم كونفور ياسر كبير على خاطر تصنعوا بتكنولوجي موديرن. الشوا للي ديبيوتون تصعيب شويه على خاطر الالوان متاع لي لونتي سيلينا ياسر ناتوريل وفينو بالكونتور والا بلاش. وسام باش يعلم ذي شنو هما الالوان اللي يوتيو البو متاعها ولون شعرها. لون يزيد يعطي بروفوندور للروغار متاعها ولون يخلي لي لونتي سيلينا يظهر ويقوش عليهم لون عينين ضياء ناتوريل. باقي في عالم البوتي والجلامور والفيناس، لادريس انكونتورنابل في عالم الكوسميتيك، لا ديستيناسيون متاع كل مرا تحب على احسن لي برودوي وعلى شوا في لي مارك. بوان ام وبالتحديد بوان ام المنزه نوف، وبوان ام هي لي سوان والمكياج، وهي زاده احسن وارقى لي فراغرونس. بوان ام سي ني با كو le monde du maquillage et du soin, c'est aussi un monde de parfum. On a toutes les réponses Fi.M, on a une très large gamme. Pour choisir son parfum, je sais que ça rate, c'est pas évident. Pour offrir non plus, c'est toujours difficile. En facteur. Quand on porte un parfum ou voilà, quand on offre un parfum, il y a toujours une histoire derrière. Ça rate, on choisit le parfum rien que pour le packaging, le flacon. ساعات ينو رومونت ان سوفونير اللي نحبو نرجعو له. ساعات توا جي انفي دو بورتي ان بارفان فري، بلو تار نحب حاجه بلوز انتنس. دونك دو كو انا سكو جو دي اون ني با فريمون اوبليجي دو ريستي دون لو ميم بارفان. نجمو دون لا ميم جورني اون بو بورتي بليزيور بارفان. نجمو ناخذو ان بارفان اكواتيك فري on le porte très bien après une séance de sport, on prend une douche, donc on va adorer haja fraîche, aquatique. Quand on veut passer un message sensuel, glamour, attractif, il y a toujours les parfums floraux, il n'y a pas mieux pour donner ce message. Dans la même journée, si on a une soirée, on veut montrer le côté chic, le côté charisme, un caractère, on veut s'imposer, on peut toujours utiliser un parfum boisé ou elle a un parfum oriental qui donne ce côté justement avec imposant, fier, à caractère. Donc toutes les solutions sont disponibles Fi.M. Ahna Fi.M, on a justement nos conseillers qui sont là pour vous aider à choisir votre parfum ou voilà le parfum que vous voulez offrir. Justement, selon le message que vous voulez de passer, ou elle pour le moment, ou elle le lieu, l'identifie, l'ortevec, et vous êtes les bienvenus toujours chez Point M. L'astuce de l'Alium, comment faire tenir son parfum plus longtemps? Aham haja, avant de mettre le parfum, il faut que la peau soit bien hydratée. Donc, nous mettons une crème hydratante avant de mettre le parfum. On va dire qu'ils ont un retard ou le blaze. Et les bûches n'ont pas tout le parfum. Ou généralement, femme a des points de pulsation. Maroufine a des nesselcols où il y a l'héné ou l'héné. Voilà, donc haki kaïche du parfum à tout. Choix كبير برشا Fi.M fait les parfums ou fait le maquillage zéda ou fait les soins. لهنا الناس الكل ينجموا يلقاو اللي يحبوا عليه أكثر، ومنهم لي بروفيسيونيل كيف وسام اليحيوي. وسام اليحيوي اللي في كل باساج متاعنا في بوان ام يكمل لو غولوكينغ بتوش ماجيك، تزيد تفرح لي كانديدات متاعنا وتزيد تحلي تصويرتهم وتزيد تحببهم في رواحهم أكثر. كانديدات اليوم باش تختار هي زادة المكياج للديفي متاعها. مكياج باش تستعملو باش تمكياج اشتر وجهها باش يفهم وسام اليحيوي اذا تعرف وتفهم وجهها بالكدا ويصلح الغلط متاعها. ذي مغرومة برشا بالمكياج ودورتها في بوان ام بالنسبة ليها ان بور مومون دو بليزير. فرحة كبيرة زادة كيف تشوف وتختار اللي تحب عليه الكل. We'll be right back.
كالعادة وكما كل حلقة خلينا ضياء تختار لي برودوي نتاعها. وذي أخذت وقتها بالكدا في بوان ام المنزه 9 واحدة من لي 12 بوتيك بوان ام وين نختاروا آخر لي تندانس في ميات لي مارك كيفهم كيف لو سيت انترنت بوان ام بوان تي ار. باش يحكي وسام اليحيوي بالكدا مع ذي يسمعها يفهم شنو تحب كيفاش تحب ترى روحها ويخليها من بعد تبدا في مكياج اشطر وجهها وهكا يعاونها تحسن في الصحيح وتبعد على جاسة الغلطين. ذي مغرومة بالمكياج صحيح لكن هذا ما يعنيش انها تعرف تعمل مكياج بروفيسيونيل. عندها لي جيست بازيك وتعرف لي زيتاب الكل كيف تقريبا اغلب ندادها لكن باقي عندها شويه خوف من الالوان. كملت بارتي المكياج اللي سوبوزي تعملها هي مكياج سوفت عملت روج ليف فرونسي شويه وقعدت في السيزون نتاعها. حكيت ماضي شويه في الاوف نقعد تحب لوك فري تحب دي كولور روزي ان تروك سامري شويه. جينا بالعينين وقفنا على الحوايج بشويه بالفيكساتور عملنا دي كولور روزي حطينا اون توش دو بايت فرونسي. عملنا شارب داي لاينر وبلندينيه بشويه بشويه. Ensuite, pour le teint, on a un fond de teint medium coverage, highlighting avec les anti-cernes et on a fixé le tout avec une poudre libre. Ensuite, on a un bronzer fif, on a fait un jour rosé pour donner l'effet frais. دونك ذي حبت تزيد شويه في الكونتور نتاع شفايفها من غير ما يظهر مش ناتوريل دونك عملنا ان كونتور غامق شويه وحطينا في الوسط جلوس. اسمك كذا عايش كنت قال لي عزيزتي فسروا لعبت شويه دونك هذه البارتي نتاعك هذه البارتي نتاعك صحيح. بون نحكيو شويه على مكياجك. الحقيقه ما فماش ديفويت سامبل سي سامبل فرحتني انت مستنسه تعمل دي كولور فرونسي في محلي سي سامبل محلي ما عملتش برشا فونتان تا با بزوان تو فاسون. اما قلت لي في الاوف تحب تعمل مكياج باهي تحب تعمل مكياج باربي في حاجه غوزي كيما عملت لي انت بالضبط واكثر معناها دونك سافا عجبك على الاخر مصدومه ديجا مش عارفه روحي والله صحة. يعطيك الصحه. شنو الحاجة اللي تحسهم تحطوا اون فالور بالكدا تبدل كل شيء كل شيء تبدلت كومبليتمون والله صحة ماما عايش البارتي الاخرى كي نكملوها باش تبع معايا باش نخليك تكمل وحدك اوكي باهي نبداو اي المكياج تاع اليوم حلو ياسر عجبني برشا وسام خرج لي التريم تاعي اون فالور عمل لي لوك اللي كنت نتمنيه عمل لي لوك غوزي ستيل باربي تعلمت من وسام لي تكنيك صحاح ونحب نقول ميرسي وسام اي ميرسي بوان ام. مغامر ذي معانا في احلام فيك كانت كيف نسمع وما حسيناش معاها بالوقت اكسبيريونس عديتها ذي مع احسن لي بروفيسيونيل في تونس في عالم البوتي والمود وعاشتها في واحد من احلى وارقى لي كادر في البلاد لولايكو تونيس. لولايكو تونيس هو ان 5 ايتوال ديكسيبسيون قريب من كل شيء في العاصمه وين العائلات والاصحاب ينجموا يتمتعوا صيف والا شتاء بارقى واثخم لي سيرفيس ويعديوا احسن الاوقات.
الليكو تونس معروف بالغاسترونومي رافيني اللي فيه التونسية وإلا الانترناسيونال في لي تخوا ريستوران متاعو. واللي يميز الليكو تونس زادا هما لي لانج متاعو برانشي وشيك واللي فيهم أحلى لي فيو على العاصمة. Les détentes ou la relaxation, dans le cas où Tunis, un spa ou un centre de remise en forme. Ou qu'il n'y ait service ou confort, il n'y ait les suites ou les chambres dans le Tunis où il y a le séjour et le Helma. Il y a 10 ayamet Maiden Sewish, qui est une des suites luxueuses dans le Tunis, où il y a des tâmes dans le relooking MTHA, où il y a des tâmes dans le Khidma ou le Masouliet. لي بارتنير نتاعنا حبوها تبداها فرحانه بدي كادو يخليوها ديما تتفكر مغامرتها في السر اللي فيك وتتفكر خاصه انها لازم ديما تتلهي بروحها. اليوم اخر نهار لذيه معانا واليوم في السويت نتاعها في الليكو تونيس باش نحضروها باللوك جديد اللي باش تقابل بيه امها واختها. هذه ذيه الصغيرة في العمر الكبيرة في الأحلام واللي بروجي مزيانة من أولها وولات أحلى من قبل فضل أحسن لي بروفيسيونيل في البلاد. ذيه نحسوها زادت كبرت ووقفتها زادت ثقة وأسيورانس على خاطر تعرف روحها مزيانة بتبيعتها لكن محتاجة لشوية لهوة باش تزيد تحلى أكثر وأكثر. هي بعد أحلى ما فيك باش ترجع لحياتها ولدنيتها لكن متأكدين أنها باش ترجع بروح جديدة بفرحة جديدة وبإنرجي أقوى وهذا اللي نتمناه ويعاونها في مستقبلها وفي الكارير متاعها. عسلامة مرحبا بيك عيشك عيشك شبات عسلامة ايش نحويلكم احنا زينك عيشك مرحبا بيكم بحذينا عيشك شرفتونا شرفتك عيشك سافا سافا تعالوا تستنوا برشا لا لا والله محلاها القعدة حلوة يزي والله لا ربي كثر من المثال والله حطوا لكم موزيكا موزيكا في كل بلاصة هاي بي حتى في اللايك حتى قديت تخلى باش نقد روي احنا حاشاك في التواليت موزيكا ولا لا تهو اللايك جو تحفون على الخط والله لا هاي بي فرحانين برشا اللي انتم عجبكم الجو صبا. ما خليناكمش تستنوا برشا لا صبا ونتصور تستنوا باش تشوفوا ذي اي بطبيعة طيب مالا ليه شكون اللي شجع ذي باش تجي لميسيون والله انا هي اللي امها اللي شجعتها وعليه شجعتها حتى نعرفها تحب مغرومة بروحها تحب تعمل مكياج تحب تعمل شعرها تحب ماذا بيها ديما تبدل قلت لها علاش ما تبدلش الجو وتمشي للميسيون اي قلت لها بلا مشي علاش قالت لي ما جاتني فرصه قلت لها مشي اي وشنو اللي تحبوا يتبدل في ذي تحبها تبدل شعرها في اللوك تاع لباسها كل شيء كل شيء نحبه وكيفاش الغولاسيون انت وذي علاقتنا به يا صحاب انا وياه ربي يفضل لك وتفرح بيهم عايشك. يا ربي عايشك 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 انا نستنى انا اعطيني هكا كي نراها نرا في عينيها اللي هي فخوره بروحها نرا في عينيها اللي هي فرحانه بروحها يا ربي اللي هي هذيك هي هذيك لو جيتي انت تتكلم وعينيك تلمع ولا نستنى فيها النهار هذا عندي برشا حتى هي نعرفها اللي هي ياسر تستنى في ياسر تحب ترى روحها تحب تغزر روحها في المرايه تحس روحها من جديد تحس روحها تولدت من جديد ان شاء الله يا ربي هكا خوفتوني راه ولدت من جديد ولدت من جديد سعيدة شكرا معناتها نقصد باهي كي لعبت كي يغزر روحه معناتها باهي بيان سور هذيك كي يقولوا لها شحنة معنوية تخليك تقدم في حياتك تخليك تشوف الحاجات تولي اون فيت تولي تخزر بخزرة إيجابية خاطر تولي مثلا هما شنو يصير لنا من الروتين من الخدمه من القرايه من المشاكل خاطر كل واحد ومشاكله يكبروا معاه ولا يصغروا معاه هو ونظرته ليهم
كي يبدا العبد ماهوش حامل روحه ولا ماذا بيه يبدل حاجه من روحه، مش نحكيو على ديبرسيون، ما نحكيو على انه متقلق من حاجات، يولي حتى الحاجه الصغيره اللي ماهيش ماشيه معاه يشوفها حاجه كبيره. باغ كونط كي احنا نحاولوا ديما نجدوا ديما نبدلوا ديما نخزروا للحاجات اللي ماهوش سافان ولا سافان اللي نخزروا لهم اللي باش يتحسنوا، يولي دونك يولي عندنا فما فرق بين عبد ايجابي وعبد سلبي. عبد يحاول باش يتعايش مع مشاكله بايجابيه، وعبد يحاول يتعايش مع مشاكله بسلبيه. دونك يزيد واحد فوالا، دونك ما نزيدوش نعطلكم ونطول عليكم. نعيطوا لذيه شوفوها وتعطي لي انتم رايكم، وهي زادت تحكي لكم على الاكسبيريونس معانا في احلى ما فيك. ذيه صحة بركة الله صلي على النبي. ما شاء الله بدلت كومبليتمون. بركة الله هيا تبارك الله عليها، تبارك الله عليها من قبل. عايشة تبدلت عليا بالكدا. يزي يزي والله سيغتو لونتي شحال. صلي على النبي على بنتي. عينك ما تضرها وانت بنتك، وعينها ما تضرها ان شاء الله ربي يفضلها لك وان شاء الله تفرح بيها. ربي سادة ياسر حلوه مدخنه برشا شيك، حتى كل رونجي نتاعها مشكل مشعشع. هو سني خارجين للوين مشعشع؟ اي سني لاموت للوين مشعشع. كورنو كريمه فوالا كورنو كلاس صحفونا على الاخر بتاتك برشا ياسر حلوه. هي اللي تلبسه يوتيها تبارك الله عليها. عايش والله حليه، حتى التميق زاد خارج عليه حلو، بدلت اللوك كله نتاعك. ايش بدك؟ مصلي على النبي. ها؟ يس مكياج تعفونا على الاخر. اما لونتي تدخل عينيها؟ اي ليه؟ مو وينتيها؟ اي خاطر ماشي مع اللي تخيل تاع وجه. اي والله تبارك الله، انا عينيها من الاول خسرت، قلت لها هذا من لونتي كان، قالت لي قلت تبارك الله عينيها. تمشيو مع لون الشعر مع المكياج مع قشرتها زاده. لا لا تبارك الله تبارك الله تبارك الله على بنتي. اللهم صل على النبي يعطيكم الصحه ان شاء الله يا ربي ديما هكا كل وناجح فريمون صحه، حتى التعب فيه صح. يعيشك يا ربي ان شاء الله يا ربي كل ما تشوف حتى تبدا تصلي على النبي وتشوف الفرحه في عينيها ان شاء الله تفرح بيها ان شاء الله تشوفها يا ربي كما انت تحب وخير ان شاء الله. عايشك عايشك والله صلي على النبي. ايا ذي احكي لنا على الاكسبيريونس يا ذي. ترى ديجا من اول نهار من اللي جاو ليكيب بحذانا بالحق معناها عملنا جو محليهم على الاخر. هذه اول معناها انتباه عليا اللي معناها باش تعدى بريود محليها. يا اخي يا اخي بالحق تعدى بريود محليها على الاخر. مشينا اول نهار لقينو عملت سوان ايدغاتون حاجه محليه على الاخر بالحق. اول مره انا نعمل سوان في وجهي حسيت براحه نفسيه، حسيت بوجهي بالحق ضوي ويعطيهم الصحه سنتر جينو. واش قلت لها بوجهك؟ بيان سور عايبي. ومن بعد مشينا فاس فاس. اي في فاس فاس اختارني لك الروبه المزيانه اللي بديتك وزيدتك الشطر كي نقولوا احنا. الحقيقه هذيا بالنسبه ليا اول مره انا نجرأ ونلبس كولور كيما هكا، مسانسة جيما نوار والا الالوان الغامقه ما نلبسش هكا. علي في عمرك هذا عليه ما نلبسوش الالوان. سيرتو توا الصيف واحد يلبس. لا الوان صحيت في الصيف توا شيء مع البرونزاج مع مش برونزاج مع لون عينيها مع لون شعرها مع قشرتها. تنجم تلبس الوان الكل اي صحيت حتى هكا الدنيا تحس خفيفه. اي والله اي محليه. اي دونك بدلنا راينا في الالوان باش نوليو نلبسوا الالوان. اي ان شاء الله. وبعد مشينا لحمدي اللي عمل لي لوك بالحق معناها باللي تخيلته ما تخيلتش هكا الحقيقه. عمل لي بلياج ياسر تحفون، خرج عليا خرج على عينيا. دونك نقول له ميرسي حمدي بالحق اللوك عجبني على الاخر. انا توا نعشق فيك تبارك الله والله صلي على النبي عليك. اللهم صلي على النبي عليك خليقه وخلوق. عايشك ربي يفضلها لك ان شاء الله يا ربي نعاودها لك ونقول لك تفرح بها ربي عايشك عايشك وتشوفها الفوق يعني. عايشك ربي يفضلك. هاي نكملوا مشينا وين مشينا اخر؟ بعد مشينا بوان اي اي شفنا وسام بيان سور يفرح بيك وسام على الاخر. وسام عمل لي لوك احلامي دو ان لوك باربي. قلت له شيء لوك باربي هكا من اللي صغيره راه روحي في شعر اصفر ولوك باربي جينيرالمون يا اخي افرح بيه وعمل لي لوك واو.
واجبك بيان سو على الاخر حققني لك حلم والله صغيره ومحليها حلمتها ياسر محليها مش تكون برشا والله ليه والله حلمتها محليها هي هكاك حلمها من الطفوله هكا قعدت لها كبرت معاها عندها برشا حلم ان شاء الله ان شاء الله تحققهم الكل ان شاء الله تحققهم الكل هذه حاجه من الحاجات اللي بيسين تعاود 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 انا نعرف شويه وهو زاد علمني دونك انا نصور نعاودوا محليه اما مش كيما بيسين تبعث لنا تصاور اكيد هاي كهو اكسبيريونس محليه على الاخر اللي كيف ياسر محليه عملت معاهم جو باش نتوحشهم الكل لا والله محليهم نجيو نطلعوا عليهم مرحبا بكم في كل وقت كيف ياسر تحسنين انت زاد يفضلك يا ربي يعيشك يا تتا تعديت اكسبيريونس حلوه برشا هي فرحانه وانا بدي زاد فرحانه وحاجه مره مره انت باش تجي بحدينا ان شاء الله نجيكم عليهم انتم تجيو بحالي زاد كيف كيف مرحبا بكم في مرحبا بكم ولادي زاد كيف كيف بيعطيني رايك تتا انا قلت لك نصلي عني بحاجه ياسر حلوه برشا شيك 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 وانتي ما شاء الله ما شاء الله شفت قلت لك قبيلي كنحب نرى في عينيها اللي هي فرحانه بروحها انا توريت بالحق بيمنو الجديد عرفتك رجعت كيف تغزل روحها في المرايه تقول محليني خرجت احلى ما فيها كها هذيك شان مزيل احلى ما فيها تشوف مزيل عام ومزيل شغل كما كل طفله يقول لك طفله كل عام وتزيد تزين هكا ولا طب مازلنا باش نزيدوا نشوفوها ازين وازين ان شاء الله يا ربي يوفقها في حياتها ويعطيها اللي في بالها الكل باينة ملا خليكم تشبعوا ببنتكم ويعطيها قبل لي كادو نتاعها وتشرفت برشا اللي عرفتكم ومرحبا بكم بحدينا مره اخرى عايشك ايا لله عندنا كادو من عند فون ان ميرسي عايشك عندنا كادو زيدا من عند فاس فاس عايشك وهذو ما لي برودوي دو سوان بور لو فيزاج تقعد تليه بالبوم تاعك ونحبك اللقاء هذيك والكلينوزيتي تقعد فيها ان شاء الله وهذو ما دي برودوي كابيلير من عند فيتاليتيس تقعد تليه بشعرك باش يقعد الكولور تقعد ديما مزيانه ويقعد فيه فوليوم وكل دونك جام كامله نتاع دي برودوي كابيلير وكهو نخليكم مع بعضكم عايشك يعطيك الصحة اللي عرفتكم عايشك ميرسي بوكو برشا بوسات باي باي عايشك عايشك ايه ما شاء الله عايشك اختي والله انت كلامك غاديكا عينيا شدتهم بالسيف ديجا مرة واش لقيت بها عاشر بالحق نسمع فيك غاديكا عينيا دم اللي تحب عليك ليه كلامك محلي على الاخر انت اللي تحب عليك صوت حلو صوت هذيك لونها فرحانه على الاخر مرتاحه على الاخر هكا هكا هكا